أنا اسمي عمر أبو سعدة، أنا مخرج مسرحي من سوريا. بشتغل المسرح من أكثر من 10 سنين. نفذت مشاريع مسرحية مختلفة. اشتغلت لفترات طويلة مع الناس اللي هن ما عندهم أي تجارب مسرحية سابقة. مثلا اشتغلت بالأرياف في سوريا، اشتغلت بالسجن، اشتغلت بالمدارس مرات. بنفس الوقت نفذت ورشات مشابهة بدول عربية مختلفة، مثلا باليمن، مصر، بلبنان، بالأردن. بالسنوات الأخيرة كمان نفذت كتير مشاريع مع اللاجئين السوريين، إن كان بالأردن أو ببيروت يعني. وعملت العرض الأخير اللي عملته كان اسمه أنتيغون، اللي هو كمان كان عم يشتغل مع مجموعة من نساء اللاجئات بمخيم شاتيلة ببيروت. بنفس الوقت بشتغل شغلي العادي بالمسرح، اللي هو انه يعني شغل المسرح تبعنا مع ممثلين محترفين، نعمل عروض وبنتجول فيها، بنتجول مسارح مختلفة بالعالم. آذار الماضي اتصل فيني يان جوسيس، اللي هو واحد من الكوريترز لدريم سيتي السنة، تواصل معي وحكى لي عن المشروع وسألني إذا كنت بحب شارك. أنا بعرف كان عندي شوية معلومات عن دريم سيتي من قبل، بحثت شوي وعجبتني الفكرة كلها، يعني عجبتني فكرة المشروع وفكرة دريم سيتي، فلقيت إنه فرصة لطيفة، كمان فرصة أجي على تونس وجرب أعمل شغل هون يعني. وبالفعل تم يعني وافقت واتفقنا على انه اجي على تونس. اجينا لهم بشهر 5، عملنا سيرش هيك، عملنا مثل بحث بخصوص المواضيع اللي بدنا نشتغل عليها. قبل ما اجي ما حضرت شيء يعني، تركت حالي لحتى اجي وشوف شو بدي ساوي. الفترة اللي قضيناها هم شهر 5 كانت بدها حوالي اسبوعين. عملت بحث بالمدينة القديمة وخطر ببالي عدة مشاريع، يعني كان عندي أكثر مشروع ممكن نفذهم. بالنهاية استقريت على العمل بمدرسة أطفال هون، في مدرسة ابتدائية للأطفال. حسيت إنه هذا أكثر مشروع عم بيمسني بهاللحظة ومهم لإلي، وبالفعل اخترت المدرسة. رحت على المدرسة مرتين أو ثلاثة بهديك المرة، عملت زيارة، تعرفت شوي صغيرة على الجو، وبلشت أفكر شو بدي أعمل. خلصنا الأسبوعين، رجعت بعدين أنا على سوريا وسافرت وهيك يعني، وتركت المشروع بدور بذهني. بنت هيك خطة عمل بسيطة لصالح هذا المشروع، وبنفس الوقت تركت كتير فراغات يعني حتى أقدر أتحرك من خلالها، يعني تركت حالي حر أكتر، وتركت الشغل بالفعل يعني يتطور أكتر لحاله، أكتر من أنه أنا نظمه بجدول محدد. يعني أنا كنت ناوي أشتغل هيك من البداية. رجعت لهم بأواخر شهر سبتمبر، بلش شغل بظن ببداية أكتوبر. يعني عم بشتغل هلا مع مجموعة من الأطفال عددهم حوالي 14، اللي رح يعرضوا هن 7. اشتغلنا شيء بسيط جدا على حكايات الأطفال نفسها وقصصهم الشخصية وهيك. حاولنا نختار قصص خاصة ما بتشبه اللي بالعادة بيحكوا، اللي بنعرفه على أو صورتنا التقليدية على الأطفال. حاولت هيك إنه أعمل مثل بالنسبة للشخص اللي بده يجي يتفرج، للمتفرج، أعمل إضاءة على عوالم الأطفال من زاوية تانية ما أنا كتير مطروقة بالعادة يعني. يعني بس بدي أكسر هاي الصورة النمطية للطفل، وبدي ودور شوي أكتر بشكل العلاقة بينه وبين الشخص اللي هو كبير وبالغ وهي. بنفس الوقت كمان كان فرصة أني أطلع على المدينة من زاوية تانية ما لها كتير تقليدية، ومن زاوية اجتماعية أنا بعتبرها حقيقية، لأن الأطفال يعني عم يقدموا، هن كلهم أولاد المدينة وعم بيقولوا شغلات جدا حقيقية عن المدينة، شغلات حتى ما في توقع اللي عايش برا يعني، ممكن تكون بتصدم، ممكن تكون مختلفة، بس هي حقيقية بالفعل يعني. هذا هو تقريبا، هذا هو الشغل اللي عم بعمله. طبعا ما بشتغل لحالي، عم بشتغل مع فريق اعمال.
مكون من كاتب، الكاتب هو محمد العطار، كمان هو سوري، هو شريك لي، بنشتغل نحن سوا من سنوات طويلة، بالإضافة لكوريوغراف وموسيقي وديزاينر، هن فنانين توانسة يعني. كمان التقيت فيهم عبر دريم سيتي، وهلا يعني نحن في فترة التحضيرات النهائية، يعني 4 شهور رح نبلش العروض وهي.